اليوم بغينا نقلبوا الآية أو نعكسوها ولو قليلا، وبدل ما أنني نطلب رأيكم نطلب منكم أنكم توجهوا رسالة للحكومة المغربية لرئيسها والوزراء. إلى تحت لك الفرصة تتكلم مع واحد من الوزراء أو رئيس الحكومة، شنو ممكن تقول له ولا شنو ممكن تقولي له هذا المسؤول هذا ولا الحكومة بشكل عام. الحكومة المغربية لبدأ بداية ولايتها هذه عامين تقريبا وزيادة، التزمات بعشرة ديال التزامات أمام المغاربة. غد نتوقف معهم دابا شوية ونقدمهم لكم ونأخذ أيضا رأيكم ونعطيكم فرصة للتعليق عليهم. طبعا الوعد الأبرز واللي كان رقم محدد هو خلق 1,000,000 منصب شغل في 5 سنوات على الأقل، يعني 200,000 منصب شغل صافية على الأقل كل سنة. للأسف بدل ما أنه نخلق مناصب شغل كنخسر مناصب شغل الفترة هذه لأسباب مختلفة ومتعددة. الحكومة التزمت ووعدت بإرساء مبادئ وأسس الدولة الاجتماعية بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على المغاربة، بدعم القدرة الشرائية والطبقة المتوسطة، بتحسين معيش المغاربة في العالم القروي. شنو بقى منها؟ شنو تحقق؟ الحوار معكم على أي حال، إلى بغيتوا تعطيونا رأيكم فالنقاش مفتوح معكم دابا على رقمنا 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. شنو هي رسالتكم للحكومة؟ شنو تبغيو تقولوا للحكومة وللمسؤولين السياسيين والوزراء ديالنا في المغرب؟ ناخذ اتصال اول، مختار من بن حمد. صباح الخير سي مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. تحية لك استاذي وتحية لجميع العاملين اذاعة الاف ام والمستمعين الكرام. مرحبا مرحبا. سي مختار، شنو رسالتك للحكومة؟ شنو تبغي تقول للحكومة اليوم؟ وأنا عبد الله الضعيف كأي مواطن مغربي لدي رأي واحد نقد بناء إن شاء الله. تفضل تفضل. صيفتي فلاح كنسكن في البادية. صراحة الحمد لله هنا في المغرب عندنا المؤسسة الملكية اللي على رأسها سيدنا الله ينصره جلالة الملك محمد السادس أدام الله وعزه ونصره، كتضمن لنا أول شيء الاطمئنان الروحي وهذا فضل من الله. ثانيا سيدي الفاضيل، ان هذه الحكومه انا ما عندي حتى شي حاجزات مواطن بسيط، ولكن لدي راي. تفضل، رايك يهمنا سي المختار. نعم سيدي، رايك مهم وكيهمنا وبغينا نسمعوه. تفضل. نعم سيدي، هذه الاصلاحات اللي قامت بها الحكومه هي اصلاحات ترقيعيه باش نكونوا واقعيين ونكونوا ناس اللي عندنا واحد النقد من اجل بناء المجتمع، ماشي داك النقد الهدام. أنا سيدي بأن الحدود الترقيعية بالحماية الاجتماعية وفي الورش الملكي اللي هو التغطية الصحية اللي هو واحد المكسب اللي ما كناش كننتظروه، والحمد لله فضل الله وفضل الرؤية السديدة ديال جلالة الملك أن وقته يتنزل. لكن الطريقة باش نزلت الحكومة هي الناس ما وصلهاش داك الشيء اللي تستحق حتى في الدعم الاجتماعي. حنا ما بغيناش الصدقات، حنا بغينا الحكومة تقوم بأعمال اللي غتعود على وليداتنا. أموال إحنا الحمد لله ربحينا أجل الله والوطن والملك. طيب ماشي مشكل. سي المختار، الحكومة التزمت باش أنها تخلق طبقة متوسطة بعيش مريح وكريم في العالم القروي. أنت كواحد من أبناء العالم القروي اليوم وفلاح، واش حسيتي وشعرتي بتحسن في المستوى المعيشي ديالك منذ مجيء هذه الحكومة؟ نقول الواقع وأن الفلاح البسيط إنما داخل إحنا راه غير فلاحة معيشية من أجل سد رمق جوع الأبناء، ما بقيناش لقينا باش نوكلوا ولادنا. الفلاح راه كفنا. دابا أنت فلاح وكتقول لي بأنه ما لقيتيش باش توكل ولادك واخا أنت فلاح. لأن كل شيء خاصك تشريه والقدرة الشرائية منين تجي؟ الفلاح كيشري التبن، كيشري المواد ديال العلف، وان رغم ان تتشبق بالدعم والدعم كيمشي لاماكن اخرى لذاك اللي عنده باش يعيش. ما كايناش رؤيه كان الفلاح المغربي ماشي اكل في هذا المجتمع المغربي، بانه معزول حتى
ثقافيا وسياسيا واجتماعيا. فينا هو الحكومة الاجتماعية، وما كايناش حكومة في المغرب اللي كتخلي عين الرواسب الموسيقى، ما الا القليل الا من رحم ربك. حنا كنحمد الله على المؤسسة الملكية ولا إمارات المؤمنين، ولنا فيها كل الثقة، ويجيب من يكون عنده واحد الغير على هذا الوطن. آمين. واحد القلوب اللي كتشوف الجميع. شكرا لك سي المختار، كنت معنا من بن حمد، رقمنا هو 05 22 36 05 22 36 05 22 36. هاد الصباح شنو تبغيو تقولوا للحكومة؟ شنو رسالتكم لرئيس الحكومة، للوزراء، المسؤولين المغاربة؟ لو عندك رسالة تنقلها ولا تنقليها للحكومة، الرئيس الحكومة، للوزراء، شنو تبغيو تقولوا لهم هذا الصباح مباشرة على شاد FM؟ كيهمنا نسمعوا رأيكم، كيهمنا أنه صوتكم يوصلوا، كيف ما قال السي المختار اللي هو فلاح في منطقة بن حمد ضواحي الدار البيضاء في منطقة ديال الشاوية حدا سطات. هو نقد بناء ماشي هدام. لما اليوم كنتكلموا على الحكومة، سواء انتقدناها، نصحناها، عطيناها رسالة، عطيناها شكوى أو أي شيء، فهي لأنها حكومة مغربية وهي جزء، ونحن كذلك جزء، هي جزء منا ونحن جزء منها في نهاية المطاف. اختلفنا ولا اتفقنا، كان هذا في اليمين ولا في اليسار ولا في الوسط، وأيا ما كانت الإيديولوجية، يبقى الوطن واحدا والشعار موحدا والمصير مشتركا. لكن من حقنا كإعلام وكرأي عام وكمواطنين أننا نعطي رأينا في حكومتنا وفي التدبير ديال الشأن العام، ومن حقنا أيضا أننا نسمع صوتنا وأننا نوصل رسائلنا لهاد المسؤولين جميعا، باش أنهم ياخدوها بعين الاعتبار كنقد بناء وإيجابي، باش يعرفوا ما يعيشه المغاربة اليوم وما يشعرون به، وياخدوه في عين الاعتبار من خلال السياسات العمومية اللي كيوضعوها وكيشرفوا عليها. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. شنو رسالتكم للحكومة؟ معنا أحمد من غفساي. صباح الخير سي أحمد. الله يطول عمرك. صباح الخير سي كريم. الله يطول عمرك وجمعة مباركة، وتحياتي للإذاعة المحبوبة شداء لنا وليك. مرحبا. الله يطول عمرك راك عزيزة، والله إلا في القلب ديالنا الإذاعة، ما عندناش داعي. الله يحفظك. وشي شوية على فكرة نقصات لنا شوية في الصوت ديالها بزاف هاد الأيامات. الله يطول عمرك، ما بقاش هذاك الصوت ديالها شوية قليل. صوت ناقص، زيد الصوت سي هشام. واخا نشوفوا مع الفريق التقني ان شاء الله انه والله العظيم اذا عندي كنمشي لنا بحال اللي ما عندنا والو في الدار. الله يحفظك. مرحبا، هذا شرف لنا ومرحبا بكم، حنا هنا معكم وليكم. زعما الصراحه مزيانه، وانت البرنامج ديالك السي كريم الصراحه مزيانه، وقسمت لك بالله العلي العظيم الا ما تصلتلوش الصباح ولا شي حاجه ما كيكونش على خاطري. والله يحفظك. الله يحفظك. الله يكبر بك. شكرا، شرف لي. انت والسي الحسين كاع الناس ديال الشدا كاملين، والسي عماد قط كاع الناس ديال الشدا كنستافدوا منهم. مرحبا مرحبا. الله يطول عمرك اخالي. دابا حنا الناس ديال الباديه الصراحه مزيانه، حنا دابا الناس ديال الباديه، الناس ديال الباديه ديما مهمشين، ماشي زعما الناس ما حنا الحكومه بحال اللي ما كاين والو، كنمشيو للسبيطار ما كاين دواء. انا بنفسي دابا عندي 70 عام، ماشي زعما شي واحد صغير ولا شي حاجه، من وليد 55. انا عندي مرا مريضه بالمعده، كنمشي للسبيطار ما كاين لا دواء لا والو، ما في ما عنديش الطاقه باش نشد 1860. حنا مهمشين على الحكومه، والناس اللي كيستافدوا من هذا الدعم اخالي كريم، وقسمت لك بالله العلي العظيم، الناس عندها جوج ديال الطاجه كيشدوا 100000 ريال في الشهر كان في تخلصوا، والمسكين اللي ما عنده والو كيرفضوه. ما فهمتش انا كاع على الدعم كيفعلوا المؤشر، واحد ما كيستر والله الا ديامات والعيالات ديال الارمله مساكن كلهم حيدوهم، كلهم حيدوا ديك الارمله مساكن اللي عندها 4 دراهم 5 دراهم مابقاش كتخلص كاع، وواحد عنده 5 ديال الطاجه كيتخلص. وما فهمتش انا كاع هذه الحكومه. دابا انت متاكد ان هذا عنده 5 ديال الديون؟ عنده 5 ديال الديون واقيلا اي كلام، هذا ما يمكن. انا راه خاي عنده 5 ديون كيتخلص. ودابا شريتي صداع لخوك نتايا؟ لا ماشي شي صداع، انا ما هو ما خاصوش، ولكن كنحيي فيك هذا روح المواطنه وهذا الاخلاق ديالك وهذه الشجاعه والجراه ديالك باش تكلم بهذا الصدق وبهذا الصراحه، لانه فعلا خوك عنده شحال شحال عنده؟ 5 ديال طنجه ديالو، هادو ملك وملك، وكان واحد اللي عنده 5 ديال الديون فات راه كيتخلص. وبلاتي غير بلاتي، انا كنهضر معاك على التلفازه والله ما نكسب بالله. دابا هاد الديور اللي عنده ديالو في ملكو في مسجلين ديالو كاتبين هو المرا ديالو،
ايوا وعنده التغطيه ديال المتضامن، عنده التغطيه، عنده كل شيء، ولات هاي جاري مسكين ما عنده باش يكسر، عنده حاشغه بهيمه حمراء كحله جات وكيخلص التغطيه الصحيه. حسبوا عليه الحمارة وكل شيء حسبوا عليه ذاك الحمارة. ودابا هاد خوك وهاد صاحبك وهذا اللي في طنجه وهذا اللي في فاس اللي عندهم الاملاك والعقارات ومع ذلك داخلين في طبقه ديال الهشاشه وكيستافدوا من الدعم الاجتماعي، كي داروا ليها؟ وشتي هذوك الناس اللي كيستافدوا لهم 10000 ريال اللي كتطلع باش تخلص، وكاين اللي كيقطعوا له 50 درهم. كاين اللي كيقطعوا له واخا، ولكن دابا لا لا اللي كيهمني نعرف هو دابا هادو اللي عندهم الاملاك وخرجت على برا وتخلصوا خرج من الفلوس، ولكن هادو اللي عندهم الاملاك، هادو اللي عندهم الاملاك بحال خوك وهذاك السيد صاحبك، كيفاش داروا ليها؟ كيفاش هو عندهم الاملاك والعقارات ومسجلين في السجل الاجتماعي على انهم من الهشاشه وكيستافدوا؟ لا مسجلين وكيتخلصوا كل شيء. ولكن كيفاش كي داروا ليها؟ كي داروا ليها؟ والله يديك السي احمد وبلاتي قال لي غير كي داروا ليها بعدا عاد نشوف الدعم. تقيدوها كيتخلصوا. مشى تقيد هكا وقيدوه وصافي. وما يمكنش راه غادي يطلع لهم، غادي يطلع لهم في السيستم ان والناس عندهم نيميرو التليفون فيه ابون مو سون زونجاجمون يعني بدون التزام ديال 50 درهم وطلعت لهم وما عندوش التليفون، وما عنده 5 ديال ما عندوش التليفون، عنده 5 ديال ما عندوش التليفون. ودابا هاد الديور عنده مسجلين في سميته في المحافظه العقاريه المحافظة الله اعلم، المهم شيء المهم عنده الديور تما ما مش واش عاد عدول ولا مسجلين، والله ما نعرف طنجه. واخا سيدي شكرا لك على اي حال. مواضيع بحال هذه انا هذا الشيء كيفاجئني، انه ما يمكنش انه الناس على مستوى التدقيق والتحقيق في السجل الاجتماعي الموحد مشاو الى اقصى وابعد درجات التدقيق في الممتلكات وفي المستوى المعيشي، كيعرفوا الناس واش عندهم تلفازه، واش عندهم ماكينه ديال الصابون، واش عندهم تليفون، واش عنده ابونمون واخا غير ديال 50 درهم ولا ديال 100 درهم بدون التزام هذاك الابونمون ديال الفورفي اللي كيجي وكيحددوا هاد المعطيات هادو. هاو كما قالها سي احمد عنده حماره كحله، راه عارفين عنده حماره كحله، فما يمكنش واحد عنده عقارات وديور 3 4 5 ديال الديور وكيستافد. ما كنظنش ان هاد العقارات اللي كانت عنده غتكون مسجله في المحافظه، لانه سهل انها تعرف، ممكن عنده بطريقه غير موثقه غير مسجله ما عرفتش، ولكن حتى في هذه خاصنا تحري الدقه بما هو اكبر. على اي حال هذا موضوع يناقش ايضا ومازال نرجعوا ليه في حلقاتنا المقبله من قلب المعيش اليومي المغربي على مساله الدعم الاجتماعي المباشر، لانه من الالتزامات الاساسيه والكبرى ديال الحكومه. هذا الصباح كنسولكم او كنطرح معاكم فرصه للتفاعل انتم مع الحكومه وتوجهوا رسائلكم للحكومه المغربيه. إلى عندك اليوم رسالة للحكومة المغربية، شنو هي رسالتك؟ صباح الخير يا مغرب، وهذا الصباح معكم ضمن نقاش مفتوح كنتفاعلوا معكم وكنمنحكم الفرصة أنكم تعطيونا رأيكم في الحكومة المغربية وتوجهوا لها رسالة اليوم سواء لرئيس الحكومة أو للوزراء. لو عندكم اليوم رسالة للحكومة المغربية لمن تبغيوا توجهوا هذه الرسالة وشنو هي رسالتكم لحكومتنا المغربية؟ رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. لو عندك رسالة للحكومة المغربية شنو ممكن تكون رسالة ديالك؟ الحكومة في نصف ولايتها من بعد عامين ونصف تعتبر نفسها قدمت حصيلة إيجابية جدا وكافية لتكون حصيلة ديال الولاية كلها ديال 5 سنين، ماشي غير ديال عامين ونص، يعني داكشي اللي خصها ديرو في 5 سنين بالنسبة لها دارته في عامين ونص. والمعارضة تعتبر أن الحصيلة ديال الحكومة هي فارغة وأنها لم تحقق أي شيء وأنها لم تلتزم بوعودها وأنها لم تقدم أي أمور إيجابية للمغاربة ومعيش المغاربة. بين البينين يبقى المواطن، يبقى الشارع المغربي، ويبقى معه أيضا الرأي العام الذي نريده حيا متفاعلا. لهم أنتم، أنتم شنو رأيكم وشنو رسالتكم للحكومة المغربية؟ رقمنا 05 22 36 05 36. واش نجحت الحكومة الحالية أنها تحسن وتجود المعيش ديال المغاربة؟ 05 22 36 05 36. نمشيو لمدينة الدار البيضاء. سي عبد الله صباح الخير. صباح الخير سي كريم. اهلا مرحبا بك.
نهارك مبروك وتوحشنا صوتك، كنحاول دائما تصوتك قدر الله حتى اليوم. مرحبا مرحبا في كل وقت، شرف لي. بارك الله فيك. مرحبا بك. مرحبا. الله يخليك السي كريم. تدخل ديال بالنسبه للحكومه وعندي واحد التوجيه بسيط اللي يقدر يحل لنا بزاف المشاكل. تفضل. راه التدخل ديال الحكومه كاساس انك تمثل المواطن وكاساس كانها المحامي ديال المواطن، خاص الحكومه الى قامت غير بتسقيف الامور، بمعنى ان اي حاجه تدخل الدوله تحط واحد الثمن اللي هو ماكسيموم ما خصناش نتجاوزوه، فغيتحلوا بزاف المشاكل. برك نلقاو دابا مثلا الحكومه واخا ترفع دير الدعم، واخا ترفع الصالير للموظفين، واخا ترفع الصالير للناس في الخواص، راه لا خلات الاسواق وجميع المعاملات مفتوحه وبشكل متوحش، راه اللي درناه ما غاديش ينجح. فالحل الوحيد هو انه اللي غادي يحل لنا بزاف المشاكل، وان الدوله او الحكومه تدخل كانها واحد. واش كاين شي مقابله السي كريم كدار في في الملعب بدون هذا ضرب، يعني بدون سميت واش كيتسمى بدون حكم، بدون حكم ما يمكنش. اذا خاص تكون الدوله كحكم في هذا التراء او في هذا الملعب اللي فيه بزاف المصالح وبزاف المعاملات والتجاره. ولكن حنا اليوم هذه سوق مفتوحه وسوق ليبراليه، ما يمكنش تحكم في الاسعار فيها. ولو ان السوق مفتوحه السي كريم، ولكن يبقى تدخل الحكومه لضبط الامور بشكل منطقي. يقول لك كيضبط هذا العرض والطلب، الا جاتك غاليه ما تشريهاش. احيانا كيكون التوافق السي كريم، ما تشريهاش. لو ما شريناهاش غيهبط الثمن ديالها. كاينه امور هي اساسيه، مثلا ما يمكنش انك ما غاديش تشريها. مثلا نعطيك مثال العقار. العقار هي الدوله دخلت في الدعم ديالها، ولكن ملي كتمشي تشوف العقار كتلقى انه زادت 10 مليون على المواطن من 25 ولا دايره 35. كتمشي للتعليم الخصوصي كتلقى ان المدرسه اللي خصك تخلص مثلا في الدخول المدرسي واحد المقدار، كتلقى ان دايره الثمن اللي بغات. كتمشي للخضروات كتلقى السوق واخا الخضره موجوده كيدور التليفون كتلقى ان الثمن ضرب في 3 في 4. تمشي للحمامات تمشي للقهاوي، يعني ولا حتى السيوب. وهذا التسيب شكون اللي غيضبطوا؟ خاصها تضبطوا الحكومه. الى الحكومه ضبطات غير التسيب ديال الاثمنه، فكنظن انه واخا ما غتزيدش كاع الصالير، ولكن غيحس المواطن بانه راه عايش بواحد الصالير اللي كيكفيه. شي تزيدني 1000 درهم 2000 درهم والمقابل لقى ان السوق مفتوح على العشوائيه وعلى الفوضى وعلى التواطؤات، امتى غيكون السوق مثلا فيه غيكون مثلا كما غيخضع العرض والطلب؟ اذا كان فيه داك الشيء منطقي وفيه خوف الله، ولكن هناك تواطؤات راه ولاو عصابات في جميع القطاعات. راه كتلقى مثلا تعطيك على السوق الخضره مثلا، راه واخا يكون العرض موجود، راه ولا كيدور التليفون كيهبط الريدو كيقول تما بايع حتى النهار انا كامل. الطماطم كتكون 4 دراهم كتصاوب 10 دراهم، هذا غير منطقي هاد الزيادات. لانه واش هاد الطماطم مثلا نزل الكميه ديالها في 24 ساعه صافيها بقات في السوق؟ فما يمكنش. كاين شي حاجه اللي خاصها تكون منطقيه، لانه هذا خاصها تكون الحكم اللي كيحمي المواطن وكيحمي جميع الناس على هذه الارض العزيزه. خص الحكومه تدخل عبر المراقبه وتدخل بضبط الاسعار، يكون واحد السقيف اللي هو ما خصوش ما يكونش فاحش، وحتى ما يكونش فاحش، وبهكا غيكون الانسان عايش بواحد الطمانينه. ها البيض مثلا من جوج دابا كان وصل درهم و60 هذاك الرومي في رمضان، اش وقع بالسلامه دابا تهبط لدرهم تقريبا 50% زادت في ظرف شهر. خاص تكون واحد الزياده اللي هي منطقيه، راه واخا يكون مازال السوق مفتوح، وكيخص يبقى واحد الحكم اللي كيدير لا بالونس بين المواطن كمستهلك وبين المنتج، ويكون واحد الربح اللي هو معقول لجميع القطاعات. شكرا لك سي عبد الله، تبارك الله عليك. رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. هذا الصباح كنت فاعلوا معكم على الحكومه وبخصوص الحكومه المغربيه. لو عندك رساله للحكومه المغربيه شنو هي رسالتك؟ رقمنا هو 05 22 36 05 36 05 22 36 05 36. شنو رسالتكم للحكومه المغربيه؟ شنو اليوم تبغيو تقولوا للحكومه المغربيه؟ شنو تبغيو تقولوا لرئيس الحكومه؟ شنو تبغيو تقولوا للوزراء اللي عندنا في الحكومه من بعد اكثر من عامين ونصف على تدبير شؤون البلاد وتدبير الشان العمومي؟ الحكومه على اي حال التزمت ب10 ديال الالتزامات كبرى خلال الولاية الحالية، أبرزها أو أولها أيضا رقم واحد إحداث 1 مليون منصب شغل في 5 سنوات على الأقل تقول الحكومة، يعني 200 ألف منصب شغل سنويا. حتى الآن
ما كايناش، بل اكثر من هذا، خلال هاد العامين كنخسروا مناصب شغل، اكثر من 200 الف منصب شغل تم فقدانها في سوق الشغل المغربيه. تقول الحكومه بسبب الفلاحة، بسبب المهن غير موسمية، بسبب المهن غير أو المهن غير مدمرة للدخل بشكل مباشر، ولكن في نهاية المطاف هم تكلموا على ما هو صافي في الشغل. يعني في ما بقي هاد عامين اللي بقى الحكومة خصها تخلق فيها مليون منصب شغل باش توفي بهاد الوعد ديالها، يعني خصها 500 ألف منصب شغل، نصف مليون منصب شغل سنويا. وعدات ايضا برفع العمل والنشاط ديال النساء من 20 ل 30%، مازال تفعيل الحمايه الاجتماعيه الشامله مازال فيها كثير من المشاكل والكراهات، توسيع الطبقه الوسطى. اليوم عندنا خروج ديال مليون مغربي من الطبقه الوسطى مشاو للطبقه الفقيره، هي بغات توسع الطبقه الوسطى وتدخل الناس من الطبقه الفقيره والهشه تطلعهم للطبقه الوسطى. ما وقع مع الحكومة الحالية، الناس خرجوا من الطبقة الوسطى والطبقة الميسورة والمرتاحة وهبطوا لطبقة فقيرة وطبقة وسطى، يعني بالعكس. فهل هو الحظ العاتب اللي عند هذه الحكومة في ظروف جيوستراتيجية وسياسية واقتصادية صعبة، أنه بدل التزاماتها يقع العكس، داكشي اللي كتوعد به يقع عكسه حتى الآن. تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها والقفز بالمغرب إلى مصاف الدول 60 الأولين في العالم بدل المراكز المتأخرة، ما زالين متأخرين وما زلنا نتأخر أكثر وأكثر. خلينا نأخذ رأيكم معنا أسماء. مرحبا بك للا أسماء. شكرا، ربي يخليك سيدي. مرحبا للا أسماء، شنو رسالتك للحكومة؟ انا سيدي بغيت نعرف، ما انا ما عندي والو وما كنستافدش من الدعم، فين ما كنمشيت يقولوا لي عندك المؤشر طالع. شنو مطلع لك المؤشر؟ ما عرفتش، قلت له شنو اللي مطلع لي المؤشر، انا اصلا ما عنديش، ما مدخلاش وقتها من عند الناس، مازال الضو دخلته والدار بنوها لي غير الناس. كنخدم الناس ما يبنوا لي الدار في سبيل الله. وهاد الدار في سميتك؟ ما عندها حتى ورقه داك الدار، مبنيه عشوائيه. انا الدار عندك فيها تلفازه، عندك فيها ممكن تصابون، عندك تليفون، عندي تلفازه، ما عنديش ابونمون. عندي الدار، عندي تلفازه، تلفازه واخده 150 درهم شحال هذه. تلفازه ب 150 درهم. ثلاجه عندك ثلاجه؟ لا ما عنديش. عندك فران ديال الضو؟ لا، عندي ديال البوطه. وقالوا لك لا مؤشر طالع. فين ما كنمشيش يقول لك عندك مؤشر طالع. وفاش كنتي فاش كان راميد كنتي مسجله داخله في راميد؟ كنت مسجله في راميد، كنستافد من المعونه ديال محمد الخامس اللي في رمضان كيعطيوها لي. شحال عندك من عام لاله اسماء؟ عندي جوج الوليدات، عندي 35 عام. ما شاء الله، وعندك جوج وليدات؟ عندي جوج الوليدات. والاب ديالهم كاين؟ نتلقى بهم شحال هذا 10 سنين داك. يعني فوق هادشي كله ايضا مطلقه. وما كتستافديش من البرنامج ديال الدعم ديال النساء المطلقات؟ انا خايفه غير لا يمرض ليا شي واحد بالدراري ما لقاش باش نستافد من التغطيه الصحيه. دابا ولادك هادو ما عندهمش تغطيه، ما عندهم والو. ما درت له، كنت عندي الراميد ودابا ما عنديش هادشي. وانت كتخدمي شويه؟ كنخدم غير في الديور، كندير الميناج. ديري الميناج في الديور؟ شمن مدينه انت لاله اسماء؟ انا المعيل الوحيد في دار القداري، انا المعيل الوحيد عند ولادي. بنتي دابا حاليا جلست من الدراسة على وديت المصاريف. ومشيتي مرة وجوج وثلاثة وكيقول لك المؤشر عندك طالع؟ فين ما كنمشي المرة الأولى الثانية الثالثة صافي ما بقاش بها رجعت. شكرا لله أسماء. شكرا. شنو تبغي تقولي للمسؤولين اللي كيسمعوك دابا؟ نبغي نشوف يقولوا يمشيو يخرجوا مقدم، يخرجوا شيخ يشوف الديور، يدور على الناس يشوف شنو عندهم. باش اللي عايز سهل. جا شي حد دار زياره ميدانيه ولا قلب الدار؟ شاف ما كاين حتى شي واحد، ما جا عندنا حتى شي واحد. غير نهار الاول فاش تسجلتي سولوك والسيد اللي قال لك راه عندهم ديور وكيستافدوا. بصح انا كنعرف الناس بطونوبيلاتهم من العائله بلا ما قسما بالله، بطونوبيلاتهم بديورهم بالفوق والتحت، وباقي لدابا كيتخلصوا. هما كيسولوني واش كتخلصي، تنقول لهم لا. تيقول لك وكيفاش، واش عندك فلوس في البنك؟ نقول لهم لا. انت عندك فلوس في البنك؟ ما عنديش. واخا، شكرا لك لاله اسماء. الله يرحمك. شكرا لك.